إلي ساعتين عم بستنى. شبك؟ ما تحكي شي شغلة. أنا مزعوج منك. عم تعاملني كأني حرامية وفوق مزعوج وعم تحط الحق علي؟ أنا ما عاملتك هيك، بس شكيت مع أني ما كنت مصدق. أي فهمت، ما كنت مصدق، بس اضطريت تشك فيي من ورا اللي صار. بس مو مشكلة، أنا سامحتك. يلا بشوفك. شغلة طالعة معك كتير حلوة، أصلاً هالعيلة هي عيلة فنانين. ما عدا لميس المسكينة، تضايقت وقت ما قدرت تثبت حالها بالفن لأنه طلعت تغني بدالي فتبهدلت قدام أستاذ الموسيقى. بس الحق كله على كوبرا هي ما